إلى مأرب، حيث أعلن مكتب الصحة العامة والسكان تسجيل 8 حالات للإصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد. وقال مكتب الصحة إن 10 حالات خضعت للفحص الذي أظهر إصابة 8 حالات وتعافي 1 حالة، كما أظهرت النتائج عدم إصابة 1 الحالات. وأكد المكتب بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس في مأرب نحو 13 حالة، بينها 3 حالات وفاة وحالتا تعاف، فيما تخضع 4 حالات للحجر المنزلي لعدم ظهور مضاعفات خطيرة عليها، و4 حالات أخرى لا تزال تتلقى الرعاية الصحية في مركز العزل، بينها 2 حالات فقط على التنفس الصناعي. وأشار المكتب إلى أن فرق الاستجابة حصرت المخالطين للحالات المصابة وأخضعتهم للحجر المنزلي، داعيا المواطنين لأخذ الحيطة والحذر وتجنب التجمعات والالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا. انضم معنا عبر الهاتف عبد العزيز الشدادي، مدير مكتب الصحة بمأرب. أهلا وسهلا بك. يعني ما هي آخر المعلومات لديكم وأنتم جهة مسؤولة عن الوضع الصحي في مأرب وأيضا مديرية المحافظة وحالات الإصابة أو الوفاة بهذا الفيروس؟ بداية أحييك أخي أسامة وأحيي مشاهديك الكرام، وكل عام وأنتم بخير وكانت الشباب ومشاهديها في أتم الصحة والعافية. أهلا بك. كما أشرت بالإحصائيات التي ذكرتها هي ما رصدناه في محافظة مأرب. حقيقة يبين الوضع في أن هناك تزايد في عدد الحالات، لكن الحاجات التي تبشرنا بأنه كثير من الحالات التي تمر بالدعاكات الصحية المشابهة لفيروس كورونا تتعافى. بلا شك أنه لدينا الوضع صعب في الجانب الصحي، كون البنية التحتية ضعيفة جدا. نحن في محافظة مأرب لا نمتلك جهاز البي سي آر الذي هو يعتبر هام جدا لتشخيص الحالات، ونعتمد في هذا على التشخيص على إرسال العينات إلى محافظات التجاور، محافظة حضرموت ومحافظة عدن. ورغم أنه هناك رصد أكثر من جهة لإمدادنا بالجهاز، إلا أنه الدعوام اللوجستية تقف عائق أمام المحافظة. نعم. لدى فرق العمل في المحافظة استعداد جيد إلى حد ما، وإن كان ينقصنا شيء من التجهيزات اللازمة كأجهزة التنفس الصناعي. لدينا محجر واحد أو مركز عزل واحد برعاية الآي أو إم، وإلا زال يفتقر لكثير من المقومات. هذا المحجر يحتوي على 63 سرير فقط. تعتبر هذه لا شيء أمام الجائحة إذا قدر الله وتفشى الوباء. نعاني من صعوبة استيعاب الكادر الذي يعمل في مداخل المحافظة ومنافذها في أداء فحص المسافرين ونحوها من الخدمات اللازمة في منافذ المحافظة. نحتاج إلى إقامة أكثر من مركز عزل كمركز عزل رئيسي في الجوبة، والذي لم نستطع أن نتلقى أو لم نتلقى أي جهة تتبنى معنا إقامة هذا المحجر. وكذلك في حريب، كونها مدينة كبيرة وفيها أصابة إيجابية، نحتاج إلى محجر هناك. يعني هناك بصراحة الوضع الصحي صعب جدا، خاصة في ظل الهجمة الشرسة من جهة الحوثي على أطراف المحافظة، سواء من جهة الجوف أو صنعاء أو صرواح أو البيضاء. ما حيد مستشفى مأرب والمستشفى العسكري، هذا يعتبر أكبر مستشفيات المحافظة. يعني جرحى تبع الأسرة وتبع العناية المركزة، ولا نستطيع إطلاقا أنه ندخل حالة. نعم. في ظل هذه الاحتياجات التي ذكرتها، يعني على نفس هذا الصعيد هناك مساعدات قدمت لصنعاء وعدن لمواجهة أزمة كورونا، وأيضا في مقابلة سابقة مع الدكتور في تعز لم تقدم، أو مدير مكتب الصحة في تعز ذكر بأن هذه المساعدات لم تقدم إلى مدينة تعز. ماذا عن مأرب؟ هل حصلت على بعض المساعدات التي قدمت إلى صنعاء وعدن فقط ربما؟ إذا تتكلم عن ما أتى مساعدات من وزارة الصحة العامة والسكان في محافظة عدن، هي تعتبر مخجلة لها نتائج يعني مقابل الوباء وشراسة التلف تواجه المحافظة، أو قد تواجه في ظل وجود ملايين النازحين في المحافظة.
والوضع في مأرب كما ذكرت الثنائي كون الجبهات محيطة بنا، وكذلك النازحين من الصعب الحجر عليهم. يعني لم تقدم مساعدات إلى مأرب؟ قدمت شيء لا يذكر، قلت لك من المخجل أن أذكر مثلا 4 أجهزة تنقل صناعي فقط في المحافظة من الوزارة، 10 أسرة مجردة عن تجهيزات أخرى. كل هذه نعم، يعني تعتبر مساعدات رمزية مقارنة بالمساعدة الكبيرة التي قدمت إلى عدن وصنعاء. على أي حال، يعني هناك أيضا معلومات تفيد بانتشار حميات أخرى في المحافظة، ما طبيعة الوضع الصحي في مأرب وفقا لتحرياتكم في مكتب الصحة؟ لدينا جائحة كبيرة جدا لحمى الضنك في مديريات المدينة وحريب وجوبة، وقمنا بنشر بعض الفرق العلاجية وبعض فرق التوعية لمواجهة هذا، لكن كما قلت لك تظل الضغوطات الصحية التي نعاني منها في المحافظة تشتت جهودنا كثيرا، وتحملنا أعباء فوق طاقتنا، مع أنه الدكتور سلطان أراد أن نحافظ المحافظة ولجنة الطوارئ يسندنا إسناد جيد معنوي، لكن تظل التحديات المحيطة بهم كذلك تمنعهم من التفرغ لمثل مواجهة مثل هذه الجائحة. نقوم على حملات رش بسيطة بالإمكانات البسيطة للبعوض والناقل الأساسي للحميات، كما نقوم بمعالجة في بعض الفرق الأماكن التي فيها وباء، يعني كلفنا فرق للمعالجة من منزل إلى منزل حتى نحد من انتشار الوباء أكثر. نعم، وضحت. لأنه حقيقة خاصة في مديرية حريب ومديرية الجوبة لدينا جائحة كبيرة جدا جدا، وهناك وفيات سجل ما يزيد على 7 وفيات نتائج نتيجة وباء حمى الضنك. نعم، أشكرك سيد عبد العزيز الشدادي مدير مكتب الصحة بمأرب، كنت معنا عبر الهاتف.